قولوا إن تركيا تعمل على مكافحة الأزمات في المنطقة وفي نفس الوقت تتقدم نحو أهدافها الكبرى. نحن لا نهمل القطاع الاقتصادي، فرغم التقلبات الاقتصادية في الخارج فإنه من الصعب أن نحافظ على الاستقرار الاقتصادي، وقد حافظنا على ذلك. فخلال النصف الأول من العام الجاري سجلنا نموا بنسبة 5.1%، وهذا مؤشر جيد. وعندما ننظر إلى تفاصيل هذه النسبة نرى أن النصيب الأكبر في النمو لقطاع الإنتاج والتصدير، وقد وصلنا إلى مستوى جيد في قطاع الصاد، وقد شهدنا تراجعا في قطاع السياحة والصادرات بعد المحاولة الانقلابية مباشرة، ولكننا استرجعنا نسبة النمو وسرعتها. وللأسف فقد فلم نصل إلى المستوى المطلوب في تراجع نسبة الفوائد المصرفية، فإن لم تنزل نسبة الفوائد فنحن سنواجه مصيبة لا محالة، ولذلك فعلينا حل هذه المشكلة. الفوائد حاليا اقتربت من 20% في سوق المال، فكيف يستطيع المستثمر أن يستثمر بهذه النسبة العالية من الفوائد؟ كيف ستزيد فرص العمل؟ لا، لن تزيد، ستبقى البطالة وستعاني العائلات. علينا أن نحل هذه المشكلة. لن نستطيع أن نصنع اقتصادا سليما بذهنية الفوائد المصرفية والذهنية الربوية. علينا أن ننتبه إلى هذه المشكلة. فالبنك المركزي والمؤسسات المتعلقة بهذا الأمر استطاعت أن توقف نزول قيمة الليرة التركية، بل بدأت قيمتها تصعد شيئا فشيئا. أنا دائما أقول إن التضخم المالي ما زال متواصلا بسبب ارتفاع نسبة الفوائد المصرفية. هذا ما أثبته بنفسي، إن ارتفاع الفوائد المصرفية لن يساهم في وقف التضخم المالي، ولذلك فيجب تخفيض الفوائد المصرفية. فالمسألة متعلقة مترابطة، كلما ارتفعت الفوائد كلما ارتفع التضخم، والعكس بالعكس. بعض الاقتصاديين يقولون إن العلاقة بين نسبة الفوائد ونسبة التضخم عكسية. أنا أقول لكم ليست عكسية، إنما هي متناسبة. نحن حاولنا تخفيض نسبة التضخم عندما أتينا إلى السلطة، كانت نسبة التضخم 30%، وقد وصلنا بها إلى 4.5%، وبذلك نزلت نسبة الفوائد المصرفية بشكل آلي. دائما نشرح هذه القضية، ولكن المصرفيين لا يستوعبون هذه النظرية، ولذلك فعليهم أن يستوعبوا هذه النقطة. فمنذ بداية العام حتى
شهر سبتمبر الماضي وصل حجم الصادرات 105 مليار دولار، ونحن نسعى إلى تحقيق رقم أكبر من ذلك. ورغم الأزمات التي تعاني منها المنطقة من حين لآخر، فإن المصدرين الأتراك استطاعوا أن يحققوا الفارق، وأنا أبارك لهم ذلك. وفي هذا الإطار فنحن نعمل على رسم خريطة طريق من أجل نمو مستدام متوسط المدى. وقد نشرنا في الفترة في الأيام السابقة خريطة الطريق تلك على المدى المتوسط من أجل تحقيق الأهداف الكبرى لتركيا، وهذا أمر مفرح، وأنا واثق من أننا سنتمكن من تحقيق أرقام مهمة جدا في المجال الاقتصادي، ولكنني واثق من أننا سنستطيع أن نحقق نسبة نمو تبلغ 5.5% خلال هذا العام. وإن مشاريع التعاون بين القطاعين العام والخاص عليها أن تعمم في على كافة المجالات، ليس فقط في مجال تمويل المشاريع. ومثل هذه المشاريع وكذلك رأس المال الأجنبي وتبادل التقنيات والتكنولوجيا، كل هذه الأمور ستشجع المستثمرين الأجانب، وكذلك مسألة التخطيط والتطوير، وكذلك ومثل ذلك من الأمور ستجذب المستثمرين الأجانب ورأس المال الأجنبي. ولذلك فعلينا أن نستفيد من رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا العالمية والخبرات الوطنية من أجل تنفيذ سياسة اقتصادية ذات أربعة أسس، عن طريق مع الاستفادة من دعم الدولة. هذا النموذج نفذته الصين قبل 10 سنوات، حتى وصلت الصين إلى ما وصلت إليه اليوم في مجال القطارات السريعة، التي أصبحت شبكتها في الصين تتجاوز 20,000 كيلومتر. نحن نعمل على تطوير قطاع صناعة السيارات وصناعة الأدوية والصناعات الكيميائية والصناعات الدفاعية، ونحن نمتلك القدرة على تطوير هذه المجالات. وإن صندوق الأموال أو صندوق الممتلكات التركي ما زال لا يمتلك القدرة على تمويل مثل هذه المشاريع الكبرى، ونحن نعمل على دعم هذا الصندوق حتى نستطيع من خلاله تمويل المشاريع التي نصب إلى تنفيذها. كذلك مستشارية خزينة الدولة وعن طريق فروع البنك الزراعي التركي نعمل على تحويل الذهب وإيجار الذهب، وهذا مشروع مهم جدا ونموذجي يهدف إلى إدخال ثروة الذهب التي يخبئها المواطنون في بيوتهم
يهدف إلى إدخال تلك الثروة في الدورة الاقتصادية. أنا أقول للمواطنين الذين يشاهدوننا الآن على التلفزيون، عليكم أن تدخلوا أو تساهموا بحليكم وبذهبكم الذي تكتنزونه في بيوتكم، عليكم أن تساهموا به في الدورة الاقتصادية للبلد، عليكم أن تخرجوا ذهبكم من تحت وسائدكم حتى تستفيدوا منه أنتم وتستفيد منه الدولة لتحقيق النمو المرجو. إخوتي الأعزاء، نحن نعمل على تحقيق أرقام كبرى في الصادرات من أجل رفع نسبة النمو ومن أجل تقليص العجز في الميزان التجاري. إن 150 مليار دولار كانت رقما كبيرا جدا تسبب لنا في أزمة نفسية، ولكننا استطعنا أن نسد ذلك العجز وما زلنا نعمل على سده. وعن طريق صادرات المدن والولايات التركية والصادرات الوطنية نستطيع أن نحقق قفزة كبرى في حجم الصادرات، وكذلك فإن حملة التعريف بالمنتجات التركية مهمة جدا من أجل زيادة اعتبار تركيا في الأسواق الخارجية، علينا أن نعطي الإعلانات والدعايات في الصحف والإعلام الأجنبي حتى نرفع من حجم صادراتنا، وكذلك علينا أن نركز على خلق فرص العمل للمواطنين الأتراك، وإن بلدنا استطاع أن يزيد أو يقلص من حجم أو من نسبة البطالة خلال السنوات 15 الأخيرة، ولكن هبوط نسبة البطالة كان بطيئا للأسف الشديد، وعلينا أن نسرع في ذلك الهبوط. فخلق فرص العمل يجب أن يستهدف الشباب والفتيات والكهول من أجل تحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للمواطن، وكما يقول الشاعر: من لا يكسب قوت يومه فإنه يكون عبئا على أهله وعلى الوطن. أيها الشباب، إن الكاتب المشهور جورج أورويل كتب كتابا بعنوان الضيعة أو حظيرة الحيوانات، فتحدث عن مثال ينتقد فيه نظام الأمم المتحدة أو
مجلس الأمن القومي والدول الخمسة دائمة العضوية فيه، فيمكن أن وفي كتاب آخر تحدث عن بطالة رب العائلة التي تمنع الأطفال من حياة كريمة وتجعل زوجته عاجزة عن الحديث مع جاراتها، ولذلك فنحن نعمل على صناعة الرفاهية للمواطن بشكل يليق به كإنسان، وبهذه الذهنية فإننا نعمل على المدى المتوسط على خلق فرص العمل وتوفير الحوافز والمنح اللازمة، وإن أي اقتصاد لا يعمل على خلق فرص العمل فإنه محكوم بالفشل. نحن علينا أن نركز في خلق فرص العمل وتقليص نسب البطالة، ونحن نلاحظ عائدات ونتائج هذه السياسة، ونعمل كذلك على التعامل مع المواطن كإنسان، ولكن الاقتصادات التي لا تعتبر المواطنين بشرا فإنها فاشلة، وإننا نعمل على إسعاد المواطنين وعلى المراقبة المالية بشكل حازم. وفي هذا الإطار فإنه يمكن زيادة نسبة الضرائب، وبشرط واحد وهو القضاء على الفساد والتهرب من الضرائب. وإن لم نفعل ذلك فإن سياسة الأمر الواقع ستنعكس سلبا على الاقتصاد. إننا تعهدنا لشعبنا بصناعة توازن بين الخيرات وبين التكاليف، وبإذن الله تعالى فإننا سننجح في تحقيق هذه الموازنة بشكل أفضل في المرحلة القادمة. إخوتي الأعزاء، أريد أن أبارك لبرلماننا السنة التشريعية الجديدة، وأنا أتمنى النجاح لكافة النواب والكتل البرلمانية، وسأجتمع لاحقا مع نواب ولاية أفيون، وفي أمان الله.